جديدة من برنامج الفقه وحياة، وفي يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك نحن وأنتم في ضيافة الله تعالى. نسأل الله تعالى أن نخرج من هذا الشهر الكريم بذنوب مغفورة وأعمال مستجابة إن شاء الله. هي فرصة لما الإنسان يحصل فرصة يدخل على وزير، على رئيس وزراء، فيحاول يجمع شنو عنده معاملات متوقفة، شنو أشياء يريد يقضيها. فإحنا الآن مقبلين على شهر رب العالمين، يقول سلوني الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إذن أوصي نفسي قبل أن أوصي أحدا، وهو شهر مبارك لأن نتبع هذه الوصية وأن نسير على هدى الله تعالى إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة وفي كل حلقة من هذا البرنامج المبارك ضيفنا الدائم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف سماحة السيد رشيد الحسيني. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. موفقين إن شاء الله. كالعادة مشاهدنا الكريم راح يكون في الجنبة الأولى نتحدث أو نتأمل في آية مباركة، بعدها نتحول إلى اتصالاتكم المباركة وأسئلتكم الواردة من خلال الاتصالات الهاتفية ومن خلال أيضا الرسائل الصوتية ومن خلال الرسائل المكتوبة على تطبيق المجيب، وبعدها نتحول إلى إجابات سماحة السيد حول هذه التساؤلات. الآية المباركة التي تم اختيارها سيدنا الكريم في هذه الحلقة ظاهرها مرتبط بالمجالس وفسح المجال، ولكن ربما التأمل فيها يأخذنا إلى مناطق أخرى، ألا وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تفضلوا سيدي. صدق الله العلي العظيم. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع من الآيات الجميلة إنصافا، رب العالمين يتكلم عن قضية صغروية إن صح التعبير، خارجية، أنه إذا دخلت في مكان ومكان مكتظ بالناس، نعم، فأيها المؤمنون، فإذا قالوا لك يا أبا أعطي مجال للآخر فأعطي مجال، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني حسب تعبير بعض الخطباء يقول مثلا سوي قيام. نعم. ليش سوي قيام؟ حتى تفسح مجال الآخرين يدخلوا في المجلس ويحظون بمن بحضور المجلس. هذه في الواقع كأنما إشارة ورسالة أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نكون عامل إراحة الآخرين. نعم. أنت ليش تفسح للآخر حتى يقعد؟ حتى يرتاح. تفسحوا في المجالس يعني شوية زحزح حتى الآخر يقعد، لما يقعد يعني يرتاح ويحصل على مكانته ويحصل على احترامه وتوقيره، لا يبقى واقفه على حال ما يحصل. نعم. هذا النوع من احترام بعضنا البعض وأن نكون عوامل لراحة بعضنا البعض هي رسالة مهمة. نعم. نعم. الآية وردت في المجالس، الآية وردت في المجلس، يا جماعة فسحوا المكان للآخرين، ولكن ننطلق من هذه الآية أنه إذا رأيت أحدا في واقع الحال يحتاج إلى مال وأنا عندي المال، يحتاج إلى قرضة حسنة وأنا عندي قرضة حسنة، أنا عندي فلوس اللي أقدر أقرضها، أيضا أكون مأمور بذلك، أنه وسع على صاحبك بالمال ما دام الله سبحانه وتعالى موسع عليك. إذا عندك أنت وجاهة، وهذا الولد يقول سيد أنا عندي إمكانية وعندي مؤهلات وكذا، بس ما جاء أحصل فرصة عمل، لا شركة لا معمل لا كذا، وأنا عندي علاقة مع صاحب المعمل أو عندي علاقة مع صاحب الشركة أو عندي مجال أن هذا الأخ ماذا يحصل على فرصة عمل. فافسح الله، فتفسحوا يفسح الله لكم. أنت افتح باب للآخرين الله يفتح عليك، هذا خوش تعبير. افتح باب للآخرين الله يفتح عليك، إذا توسع للآخرين الله يوسع عليك. من أحسن ما بينه وبين الله، ترحم ما بينه وبين الناس، أحسن الله ما بينه وبين أحسن الله بينه وبين
ربه. احنا في الواقع هذا الشعار خلينا نحمله في رمضاننا هذا، انه ايش تريد من ربك؟ والله اريد رب العالمين على حال يريحني، اذا ريح الاخرين يسعدني. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول خلقي عيالي، خلقي عيالي، وانا في واقع الحال رب العالمين يستأنس ويفرح ويرضى عندما يجد أن أحد عياله يرأف بعياله الآخر ويفتح أبواب للآخر. أكو واحد مريض بس ما عنده قدرة على أنه يشتري الدواء، أنا أشتري له الدواء. مو بالضرورة شباب، مو بالضرورة أن من جيبي، لا لا، المهم أن أبحث عن أسباب، أتكلم مع التاجر، أتكلم مع رئيس، أتكلم مع مسؤول، أتكلم مع رجل دين، أتكلم مع، أكون سبب خير للآخرين وأفسح المجال للآخرين وأفتح عليهم أبواب مغلقة وظروف ضيقة. هاي الظروف الضيقة من اللي يقدر على أي حال يوسعها على الناس ويخلي الناس يعيشون بارتياح؟ أنا قادر فافعل. أحسنت. أنت قادر فافعل. ارحم ترحم، وكما تدين تدان. ايش ما تسوي في واقع الحال، اذا انت تتعامل بالحسنى مع الناس، اعلم ان هذا الحسنى اللي انت تعمله في كثير من الاحيان سيرد عليك بحسنى اخر. لا تقول، وانا في بالي هذا الشيء، انه سيدنا انا سويت هواي زين وما شفت، ما شفت الوفاء. وعلى اي حال والآية الكريمة تقول هالشكل، على انه اتقي شر من أحسنت إليه. اتقي شر من أحسنت إليه. أكو بعض الناس أحسن إليهم بس هم حسب تعبيري يردون رد سيء. هؤلاء ليسوا هي القاعدة، يعني هؤلاء ليسوا هم القاعدة. القاعدة أنه من يحسن إلى الناس، الله سبحانه وتعالى جاعل في الطبيعة في الإنسان أنه نفس الإنسانية إذا أحسن إليها ترد الإحسان، وإذا عاملتها بلطف تعاملك بلطف. ولذلك أمير المؤمنين لما يتكلم مع ولده الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه، شو يقول له؟ يا بني أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. شيء اللي أنا أحب الناس يسوي لي خلاص أسوي الآخرين. أنا شقد أحب لما أدخل في مكان مثلا ما أحصل مكان، واحد يقول لي سيدنا تفضل، شكيت أرتاح. أنت أيضا سويه الآخر، والعكس بالعكس. والعكس بالعكس، لما أدخل إلى عيادة الطبيب وقاعدين ناس مرضى وموجوعين صار لهم ساعات حتى يصير حسب تعبيرنا دورهم، وأنت تجي والله عندك علاقة وعندك صداقة وعندك كذا، تفتح الباب وتدخل، هذه تجرح مشاعر الناس. كما أن كما أنك تفسيحك للآخرين موجب لفسحة الله لك، كذلك تضييقك للآخرين موجب لتضييق الله. هو دين. وأحسنت. يعني شوفوا يا شباب، خلي أقولها بصراحة، وأنتوا قد تقولوا يلا إحنا بعلاقاتنا المشية، تدري هاي العلاقات لما تكون أنت تستغلها توجب ظلم للآخرين، كم ستواجه من قضايا اللي رب العالمين يقول شفت كما تدين تدان، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الدنيا معادلة شباب، الدنيا معادلة. هاي المعادلة شلون أنا حافظ عليها؟ هذه ترتبط بتعاملي أنا. لذلك إذا أنا في الواقع أكون بشوش مع الناس، أكون طلق الوجه، أكون كريم، سأجد من ماذا يطلق وجهه أمامي، وسأجد من يفسح أو يفتح الأبواب أمامي عند حاجتي، وهكذا. ولذلك هناك على أي حال أحاديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، أقربكم مجلسا، شوفوا، أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ليش؟ لأن يعني أنت في الواقع لما تتعامل بشكل حسن وبشكل سلس وبشكل لطيف مع الآخرين، اعرف أن هذه لها آثار ولها لوازم ستحصل عليها إن كان في الدنيا أو كان في الآخر.
فأيها الأحبة، هذه الآية الكريمة قلت تتحدث عن المجالس وفسح المجالس لبعضكم البعض، ولكن أيضا تتحدث عن الحياة بشكل عام لنفسح لبعضنا البعض المجال لحل المشاكل، لتفريج الهم، لقضاء الحاجة، لإطعام مسكين، لكسوة عريان، لإغاثة ملهوف، لكفالة يتيم. فإن كل هذه من أبواب يمكن الإنسان أن يفتحها لغيره، ويكون سببا لأن يفتح الله عليه أبواب كثيرة، لأن الله هو قال يفسح الله لكم. أحسنتم سيدنا، ذكرتم إغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج، ومريتوا على المرضى سيدنا. بلي. هذا يسحبنا لمنطقة أيضا ممكن ضمن هذا اللي تفضلت حضرتك به، اللي هو الناس المرضى اللي ما عندهم المال الكافي للعلاج يعني. صحيح. وإحنا الآن في بدايات شهر رمضان، فلا بد من كلمة لطفا من حضرتك للقائمين على الواقع الطبي في العراق، لا سيما الأطباء والناس اللي كشفياتهم البعض ما يقدر عليها، اللي هي يعني أجور الدخول لهم. فهذه فرصة طيبة للتساهل مع الناس. أحسنتم، شكرا على إثارتكم. بس بشكل عام أقول أن كلامي عن الاستغلال هذا فت كلام، إن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم عن الاستغلال وسيئات الاستغلال. الطبيب لما يستغل المريض في الكشفية العالية، أو يستغل المريض في أن حسب تعبينه يلعب عليه، شلون يلعب عليه؟ يكتب الدواء اللي هو غالي من مكان اللي هو على حال واضع لنفسه، سواء صيدلية أو شيء آخر. اعلموا أيها الأحبة، اعلموا أنه قد أنت راح تستفيد، قد أنت راح تفرح، يجيك الدخل آخر الدوام السكرتير يقول أستاذ هذا مدخولنا اليوم وشوفه مئات الآلاف، ولكن اعلم أن هذه مئات الآلاف ستكون وبالا يوم من الأيام، سواء في الدنيا أو في الآخر واقع الحال. لأن قلت الدنيا معادلة أستاذ مرتضى، الدنيا معادلة، أنت إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت فعليها. آية قرآنية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فيا ريت، أنا شقد يعجبني تجنبك، شايف طبيب يقول يا جماعة ترى أنا العوائل المتعففة أنا على حال أعالجها مجاني، أو أنه أكو أدوية يضعها في هو الطبيب يخلي في شهر رمضان خيقللون. بس خلنا نذكر هذا الطبيب، لا بس خلنا نذكره، خوش هذا أيام رمضان، دكتور محمد الخالي. نعم، دكتور محمد نصر الله الخالي، والنجفيين كلهم يعرفوه، هذا قبل سنتين توفى ذاك اليوم كان يذكر المرجع الله يحفظه، قال دكتور محمد تذكره، قلت بلي سيدنا، رجل كان لا يأخذ أجرة من الفقراء أصلا، وكان عنده كومة أدوية، يحكي ويا التاجر فلاني تاجر فلاني كذا، يجيبون أدوية، فإذا رأى أن المريض يحتاج هو من نفسه يقول له بابا هذا وهذا واستعمله وتعالي بعدين إذا شفت أكو مشكلة. هذا يبقى نعم ويذكر في برنامج ويترحم عليه، وصدقة صدقة جارية عنه وعن عياله وعن أحفاده ربما. فتعالوا أحسنوا أيها الناس، ترى الديني والله ما تسوى، وتجمعون الفلوس لمن الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد، هاي آيات قرآنية موجودة، يحسب أن ماله أخلد، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله. يعني واقع شوية أخواني في رمضان، أعتقد الجو يساعد على الخشوع والتفكير والتأمل في حياتنا. أحسنتم سماحة السيد. إذن كل الاحترام والشكر والتقدير للأطباء الكرام اللي فعلا دائما يمدون يد العون يعني مرضاهم من المحتاجين، وهذه دعوة من سماحة السيد ومن البرنامج للآخرين أيضا من الأطباء من الصنف الثاني، جهودكم مقدرة، السنوات اللي درستوها احنا نعرف مو بالهين وصلتوا للمرحلة اللي انتوا بيها، ولكن لا بأس في هذه الأشهر المباركة على الأقل، فقط في شهر رمضان على الأقل، خلي تكون أجور الدخول إلى المريض واستشارته أقل من بقية الأشهر، أو على الأقل أن تقدروا الحالة المادية للمريض اللي يجيكم، لأنه فعلا حرفيا أكو ناس ما عندها ربع المبلغ اللي يجي يكشف به ويظل هو ومناعته، ولو يطيب لو يموت، فهذه يا ريت تظل في الحسبان. وأكرر شكري لجهودكم جميعا. إذن على بركة الله مشاهدنا الكريم، ندخل إلى باب الاتصالات والأسئلة. بإمكانكم الآن مشاهدنا الفاضل أن تطرح أي سؤال على سماحة السيد رشيد الحسيني، هنا للإجابة عليه
ضمن الأشياء المرتبطة فقهيا بشهر رمضان والصوم، ولا بأس أيضا ببعض الأسئلة الأخرى الفقهية. أول اتصال من الأخ ليث، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم جميعا. حياكم الله، يكرم أيامكم إن شاء الله. وعلى ضيفك الكريم السيد رشيد الحسيني. حياكم الله حبيبي. الله يحفظك سيدنا. سيدنا، سؤال بقضية الإرث. الإرث، نعم. بالنسبة لقضية الإرث، عليها خمس؟ نعم. هاي واحد. اثنين، احنا عندنا عرف الخالي. السؤال الثاني شنو عفوا؟ السؤال الثاني عندنا عرف الخالي. عرف الخالي المتوفي. نعم. اي، وداخله ضمن الإرث. هي بالتقريب هي عندها موجودة إرث، هو متوفي. نعم. 82. نعم. وهاي العرفة مشتريها مشترى هو. زين، من مال الخاص سنة 75، وهو انفقد بحرب إيران سنة 82. نعم. اي، فخالي من باع العرفة، صار اتفاق انه ينباع هاي العرفة. نعم. قال خالي عليها خمس هاي العرفة. هاي يعني احنا عرفنا. اي، ما فما بالبداية قال عليها خمس. ها؟ بالبداية يعني قال عليها خمس. اي، ومن انباعت ويعني لزم المبلغ مالها الحينها توزع، يعني ما بقى لا اشهر ولا ايام. واضح. اي، فاريدكم تفيدونا بها، لان موضوع اختلاف الوضعية. تمام، عندك سؤال اخر اخي ليث؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك، ولا تنسى بدعائك عند الافطار. عندنا اتصال اخر من ابو صادق. ابو صادق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الصوت خيكون اوضح اخوان. الله يستقبل اخوان. حياك الله عزيزي ابو صادق. سيدنا هاني طباخ. نعم. وانا اطبخ قبل الفطور واضوق الزاد، يعني ما لي حماصه، هل يعتبر من الفطرات؟ الضوء اللي السؤال الثاني، عندنا حشرات في البيت اسممها كلها. تذوق الطعام، نعم. اي والله، رحم الله والديك. واضح حبيبي. شكرا لحضرتك وتحياتي لك. يتذوق الطعام باعتبار عمله قبل الافطار. اتصال من منو؟ علي، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اطلب منك لطفا على نصي صوت التلفزيون، تسمعنا من التليفون بس اذا امكن. نعم، تفضل. بالنسبه انا يعني ما عندي سؤال، عندي فد ملاحظه اريد نسمع راي السيد رشيد فيها. تفضل. يعني فترة وفترة قاعد يطلع هاي بعض المسلسلات والدراما انه تسيء اما تكون للعوامة او تكون للعباية او تكون العقارب الذنوبي. شو رأي السيد رشيد الحسين بهاي الدراما اللي قاعد تعرض خلال شهر رمضان؟ وجزيل الشكر. طيب، سؤال لك علي قبل لا تروح. انت طلعت. نعم؟ على العمل، شنو بالضبط اللي تعتقده اساءة حتى السيد يجاوبك على السؤال؟ يعني بصورة عامة، هل قد يكون مثلا استهداف عن طريق اللهجة واستهداف أو عن طريق اللبس الأقل الجنوبي؟ يعني استهداف عنصري خلينا نسميه، وعدم. نعم. احترام مثلا، وعدم احترام. نعم. لفئة من المجتمع. تحياتي لك أخي الكريم وشكرا على اتصالك علي. أم يوسف أختي الكريمة، تفضلي. ألو. 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 تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم. رمضان كريم على الجميع. عندي سؤال. عمتي أم زوجي مرة كبيرة، عمرها تقريبا 73 سنة، وصار لها يعني عدة صيام خاينة وتريد تكمل بصيامها، بس هي شنو عندها أمراض مزمنة، وهاي الأمراض المزمنة يعني تأثر إذا ما تاخذ البقاخ تأثر على صحتها، يعني تختنق. تأثر على صحتها بشكل واضح لو يعني فتشي بسيط وممكن بعد يعني الفرق. يعني هي من مثلا تريد تتحرك أو تسجد للصلاة تختنق، يعني تريد تستعمله تقول أخاف أستعمله ويفطرني. من تريد تسجد للصلاة يعني تختنق. تستند قلتي؟ سيدنا تختنق. تختنق تختنق. واضح واضح واضح. أي. سؤال ثاني، هي قبل 5 سنوات او 10 سنوات ديش الماضية نفس الامراض المزمنة هي عندها، وهم ما صامت الاشهر هاي، يعني مثل الصوم يوم او اثنين وتشوف نفسها تخربطت تترك هذا الشهر. نعم. شن اللي عليها بهاي الحالة؟ وهاي السنوات السابقة هي ما طلعت 3/4 الحين عن كل يوم؟
اي يعني صامت اول يوم او ثاني يوم واللي شيء استكتها تخربطت فتفطر. فيقولون انه ما عليها انه لان عندها امراض مزمنه. سؤال اخر اختي ام يوسف. تحياتنا الاخت ام يوسف، شكرا جزيلا على اتصالها. اختي نور تفضلي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ارفعي صوتك اذا امكن اختي الكريمه. حس الصوت واضح؟ ان شاء الله واضح. بس ممكن احكي للسيد بخصوص استفسار؟ نعم تفضلي. سيدنا بس جدتي مريضه يعني صار لها سنين من 2018. أنا اللي يعني أقوم كل احتياجاتها، فحالياً يعني قبل ما كان ببالي هذا السؤال إنه أنا حالياً صايمة. اللي أعرفه مثلاً إنه أكشف على مثل عورة شخص آخر إنه حرام. نعم. بس حالياً أنا صايمة، هالشي يعني يجوز أو لا؟ نعم. اللي تقصديها بنتك صح؟ شلون؟ بنتك اللي تحكين عنها صح؟ لا جدتي. جدتها. جدتها. أنا صوت ترى عندي مو واضح يا أخوان، إذا ممكن الصوت يكون أوضح. جدتها واضح. نعم نعم نعم. أي فهل يعني السؤال مالتي إنه هالشي يعني يفطر أو لا؟ لأنه أنا لا أعرف مثل إنه بتكشف على عورة شخص آخر هالشي حرام أصلاً. تمام. سؤال آخر أختي نور. لا شكراً. تحياتنا لحضرتك وشكراً جزيلاً. ننتقل من الأخت نور إلى الأخ أمير. أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أمير. فقدنا اتصال أمير لو شنو؟ قطع الاتصال. بإمكان الأخ أمير أن يعاود الاتصال مرة ثانية إن شاء الله، وبإمكان الإخوة الكرام مشاهدين أن يتصلون على الأرقام الظاهرة على الشاشة لطرح أي سؤال على ضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني للإجابة على هذه التساؤلات المهمة. نأخذ رسالة صوتية أخواننا الكرام. اها اذا نقرا رساله. مها، عندنا اتصال من مها. تفضلي اختي مها. مها اختي الكريمه تفضلي. نعم الظاهر فقدنا حتى اتصال اخت مها. طيب نسمع رساله صوتيه. السلام عليكم شيخنا. شيخنا انا اثناء الصوم يصير عندي فقر دم نسبه 6 أو 5 نسبه الدم، فلذلك ما اقدر اصوم. شنو واجب اللي عليها؟ شكرا جزيلا للأخت صاحبة الرسالة الصوتية. مها عودة الاتصال أختي الكريمة تفضلي. ألو. حياك الله تفضلي. سيدة أنا أعمل يعني عشت يا مسؤول ولا الصوت مو واضح أخوان. الأخت مها صوتها مو واضح. أختي مها تسمعينا؟ أمير تفضل. أمير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالرحمة عليكم يسعدنا السؤال عرسي. تفضل عزيزي أنت. رحمة الله. أنا أشتغل بدائرة حكومية. نعم. والدائرة طانة استراحات بالسبوع يومين. نعم. لأن هو يعني مجلس الوزراء قرر تقليل ساعة يعني بالسبوع يوم باعتبار الرسمي. نعم. فالمسؤول شعبتنا نشتغل وياه طانة يومين. لأنها بيها اشكال شرعي. يعني انطاكم اكثر مسؤول الشعبه؟ مسؤول الشعبه خلانا باسبوع يومين. ويعني اكثر من اللي قررته الدوله؟ اي قررت الدوله ساعه يعني اعتبار انه يوم بالاسبوع. واضح. زين صلاحيات هذه من ضمن صلاحياتها لو لا مسؤول الشعبه حسب معلوماتك الاداريه يعني؟ يعني هو مسؤول علينا وقال لنا ما دام الشغل ما يصير به ارباك وما ياثر فيعني مساعده برمضان تساعد. شكرا. عندك سؤال اخر اخي امير؟ ممنون. تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا. تفضلي اختي مها. مها اختي الكريمه تفضلي. سيده انا حامل بشهر السابع. حامل بشهر السابع؟ اي نعم. يعني شويه بحس شويه تعب هاي مثل الصيام لو ما يصير تعب. واضح. عندي سؤال اخر اختي مها. اي سيدي زوجهم عنده سكر وعنده يعني دوام ببغداد هو، خلنا نقول يعني يصير له صيام لو ما يصير. ايش قد يظل ببغداد وايش قد يرجع لكم؟ يظل 11 يوم ببغداد وهناك 6 ايام عادي. ايش قد؟ 6 ايام. 6 ايام؟ ببغداد 11 يوم بالدوام. 11 يوم بالدوام. وعندنا 9 ايام. واضح 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 واضح.
شكرا لحضرتك اختي الكريمه مها، تحياتي لكم. ناخذ اتصال اخر او رساله صوتيه اخرى. رساله صوتيه تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد رشيد، بالبدايه رمضان كريم. سيدنا اني اطلع للعمل، طبعا العمل يومي، يعني يومي اروح وارجع للبيت. المسافه اللي اقطعها بمكان العمل تقريبا يعني هو المسافه الشرعيه يعني اكثر من 22 كيلو. نعم. فما اعرف يعني صلاتي شلون راح تكون. العلم انا تقريبا صار لي تقريبا يعني ما يقارب نص سنه على هذا مش اسمه على هذا النمط يوميا، بحيث اني اللي اسوي اذا اصلي بمكان العمل اصلي صلاه القصر، واذا ارجع للبيت اصلي فهي اكيد اصليها تام. فاريد اعرفه يعني ابقى يعني ابقى للدوم يعني تبقى صلاه قصر، لو الصلاه اللي صليتها يعني لازم اعيدها، لو شنو الحكم بالضبط؟ شكرا للاخ الكريم صاحب الرساله الصوتيه. عندنا اتصال من محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخي الكريم. ووفقكم الله ان شاء الله على الاسئله الطيبه هاي. الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله، شكرا اخي محمد. عندي سؤال بخصوص صيامي قبل بزمن النظام البعد الله يلعنه. نعم. 12 سنه وكنا ما نعرف الاحكام الصيام قبل، يعني اللي يفطر عليه قضاء او عليه شهر او يوم شهرين ما نعرف هالشغلات. 12 سنه يعني شنو عمرك 12 سنه؟ لو لا 12 سنه انت بتصوم. لا 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 مطلوب زمن النظام العراقي 12 سنه بس يعني ما صايم انا قلت. واضح. زين بس ما كان يعني احكام هسه قضيت الكل هسه. نعم. شنو المطلوب مني يعني الدية اليوم بشهر بشهرين؟ شلون حكومة ما ادري بعد. زين بس سؤال، السؤال اخي الكريم محمد، انت كنت تعرف الصوم واجب لو ما كنت تعرف؟ وهل كان يعني يمنعك من الصيام لو لا؟ نعرف اكو صيام بس دية شهرين ما نعرفه. ما يعرف الكفارة. اي شكرا لك على التصل. عندك سؤال اخر اخي محمد؟ بعد قلبي بس الدعاء. نسالك الدعاء ايضا. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا للاخ محمد على اتصاله. ام محمد تفضلي اختي الكريمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال. نعم تفضلي. انا حبيت سنه شريت الغده الدمويه وطلعت يعني حميدة. صوت وراها بشكل يعني كم شهر صار محمد اذا تسمحي لنا ممكن تعيدين السؤال من البدايه لانه الصوت يتقطع ومو واضح، اذا امكن تعيدين السؤال مره ثانيه. بلي بلي لحضرتك تفضلي. انا هذا كم سنه تقريبا 4 نعم وعندي غده دمويه طلعت حميده. طيب وراها بشكل كم شهر طلع عندي غده سمم بطني واخذت علاج ايام اشعاع او رجعت وراها كذا يعني كان رمضان او السنه ما وصلت يعني وبقيت اغسل باقي اصوم بس السنه يعني انا الاصوم بيني اتاذى يعني صار حيل واضح واضح انا تعبان. شوفي اختي الكريمه انا على قدر فهمي للسؤال ان شاء الله راح اطرحها على سماحه سيدي لان الصوت ممكن ما كان واضح جدا، بس ان شاء الله تسمعين اجابه عامه تحمل الحكم الشرعي للحالات اللي ذكرتيها حضرتك. تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا. اتصال من سيد، منو؟ سيد رحمه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين. انا كذا ما كنت تعبان، الدكتور قال لي صوم بس 10 ايام وسوي تحليل مال وظائف الكلى، هل يجوز يعني اضرب ابره؟ يسحب من عندي دم وما بي افطار اشكال هذه. الطبيب قال لك صوم وبعدين ورا 10 ايام 10 ايام افحص اذا صعد عندك اذا صعدت وظائف الكلى لا تصوم، واذا نزلت تبقى على صيامك، يعني سحب الدم وما يفطر. ها سحب الدم؟ بلي. وسؤال ثاني. زين سؤال بس عفوا سؤال سيد رحمه، تقدر بلي. هو اكو مشكله بسحب الدم سيدنا؟ ماكو مشكله. طيب انتقل للسؤال الثاني اخي الكريم. اسحب دم بالنهار، انا اسحب دم يسوي لي تحليل. واضح واضح. سؤالك الثاني شنو سيد رحمه؟ السؤال الثاني انا سويت عمليه مال بواسير وفطر.
نعم. وما أسيطر على الريح، يعني دائما عندي في ريح، يعني بنص الصلاة بنص الزمة يعني أرفعها والنوبة أعيدها الصلاة. نعم. يعني بالخصوص عندي ريح، يعني ما أسيطر قلي فد 4-5 سنوات الدكتور يلا أسيطر على الريح مالك. نعم واضح. أي والله هذا شوف بالنسبة للصلاة، يعني بنص الصلاة عندي ريح أبقى مستمر بها لو أرفعها والنوبة مستمر لو كل نص ساعة في الدريق. مستمر لو كل نص ساعة مثلا مثل ما يقول والله لا أخذ يجوز 10 دقائق واضح 10 دقائق يجوز صحيح واضح. شكرا لك. عندك سؤال آخر أخي الكريم. راح الأخ سيد رحمة حياتنا إلا والله يمن عليه بالعافية إن شاء الله. بلاسم تفضل. ألو بلاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. الله يحفظكم ويسلمكم. بالعقار نتشرف بيك يا أهلا وسهلا. الله يسلمك ويعزك. قال سؤال واحد عندي. تفضل عيني. ما أعرف قد مطلوب صيام. نعم بس عندكم استيضاح سيدنا مطلوب بس ما يدري ايش قد. اي عندكم استيضاح شيء. تمام. عندك سؤال آخر أخي بلاسم. ممنون شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا. ممنون حياك الله ومع ألف سلامة. يمكن نأخذ اتصال أخير من بعد اتصال الأخ بلاسم أو رسالة صوتية. الآن كان عندنا اتصال من الأخ سيد رحمة وبعد اتصال من الأخ بلاسم. إذا نأخذ رسالة صوتية أخيرة نسمعها. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم يعود بالصحة والعافية. بدون زحمة عليك سيد عندي سؤالين. السؤال الأول عندي ابني يدرس ببغداد أول سنة إلى قبول، يداوم مثلا هناك يبقى 15 يوم 20 يوم يلا يجي لنا، يجينا يعني بس جمعة خميس وجمعة فقط، يعني السبت يروح لازم. شلون يصير الصيام مالته يعني ذن اليومين اللي يجي بهن لينا؟ والله لكن أعرفهن يعني أقامين وأقامة لأن 20 يوم وخمستعش يوم. جميل. بس ذني اليومين اللي هن يعني اللي يجيبين ليلة للبيت الخميس والجمعة شون الصيام مالته يصير؟ واضح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنا زوجي شهيد يعني وجاي مطلوب هو شباب تعرف بشبابه يعني وهاي مطلوب صام وصلاة الحمد لله والشكر الصوم كملتهن بس الصلاة صلاة يعني ما أعرف إيش قد مطلوب كم سنة مطلوب هو من استشهد عمره 28 سنة يعني حسبناه إن عمره يطلع 14 سنة إذا يعني نهائيا ما صايم ومصلى يطلع 14 سنة بس هو صايم ومصلى يعني بس أنا ما أعرفهن بالضبط فجاي أدفع له يعني لحد الآن أنا وصلته ل8 سنوات إيش قد يعني أدفع له تعرف الظروف ويعني مصاريف وجهال مرات واحد ما يلحق يعني يدفع. الله يوفقك. شكرا جزيلا للأخت صاحبة الرسالة الصوتية. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة والاتصالات والرسائل الصوتية من الأخوة والأخوات ونعود إلى سماحة السيد نكرر ترحابنا به. حياكم الله سيدنا وشكرا جزيلا لوجودكم المبارك. حياكم الله. نبدأ من سؤال الأخ ليث اللي سأل عن الإرث والخمس فيما يرتبط بالإرث. سيدنا تفضل. في الواقع الأمور التي مستثنات من الخمس نعم والتخميس هو الإرث. نعم. فالإرث مستثنى، فإذا الإنسان ورث من أبيه أو ورث من أمه مالا فلا خمس فيه حتى لو بقي ذلك لسنين. أنا ورثت من والدي بيت وموجود مثلا ما ورثت شيء. نعم. ما خلى شيء صدام. ورثت أفضل شيء سيدنا. عليه لا عليه حال لا والدي. كرم الأصل. إيه لا والدي شفنا ولا عليه حال أملاك عموما. فورثت من والدي بيتا وبقي سنين وما ساكن فيه أنا فليس فيه خمس. الإرث لا خمس فيه. ولكن جناب الأخ قال خالي. هذا السؤال الثاني اللي عنده حصة. عرصة. أها. وهو مشتريها وقال عليها خمس. فالأخوة سووا. باعوا الأرض العرصة مال خالهم أيضا وما أعطوا خمس الأرض، يعني خالهم قال أن في الأرض خمس، فالمفروض اللي ورثوا خالهم
أنه لما باعوا العرس لا كان لابد أن يطلعوا خمس الأرض. نعم. ولا عم خالهم هناك عليه حال سيحاسب. طيب سيدنا، هذا كل شخص يموت تركته يفترض أن يتحققون منها مخمسة أولاد ورثة؟ لا 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 لا، هو قايل الخال، قايل حسن، لو ما قايل الخال خلاص ما عليهم شيء، بس لأنه قايل فهذه مسؤولية في ذمتهم، كان لابد يطلعون خمس الأرض الخاصة بالخال. نعم أحسنتم سيدنا الكريم. السؤال الثاني كان من الأخ أبو صادق، اللي هو طباخ ويطلب عمله يتذوق الطعام أثناء الصيام. نعم، عندنا مسألة على أنه الأم لما توكل ابنها الصغير هذا عمره مثلا 6 أشهر 7 أشهر 10 أشهر تمضغ أحيانا، تمضغ الأكل، تمضغه وتخليه بحلقة ما في مشكلة، أو الأخوات بالمطبخ يذوق أنه مالح حامض كذا لا إشكال فيه، ولكن لابد شو يسوون؟ عفوا يبصقون، يعني ما تذوقته تبصقه لا أن تبلعه. نعم. فالأخ الكريم يقول له الذوق ولكن أبصق. الله يعينهم سيدنا وهم صيام واقفين يطبخون ويشموا رائحة الطيب. الذي على حال سماء ذي أنا جربها من أشتغل بالمطبخ ما أشتهي. نعم. ريحة الأكل هي الشبع بعد ما أشتهي شيء. تشتغلون بالمطبخ سيدنا؟ بلي بلي. تساعدون ربة البيت؟ لا يعني. كنت أيام الشباب. ليش هاي هم رسالة طيبة إذا أردنا نوصلها للأزواج. يعني. الله يوفقكم سيدنا الكريم. السؤال اللي بعد من الأخ علي عن يعني ذكر دراما تستهدف بعض يعني الأشياء المحترمة في مجتمعاتنا. طبعا هناك ضجة صايرة بالأيام اليومين اللي راحن حول إحدى المسلسلات، بصراحة أنا ما شفتها حتى. إحنا كل سنة بس بشكل عام سيد. كل سنة عدنا هالشكل حالة، يعني أكو كأنما أكو جماعة تستهدف. نعم. تستهدف شرائح من المجتمع في إهانتهم، في الاستهزاء بهم، والإسلام لا يقبل ذلك أصلا. نعم. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا خيرا منه. يعني شو الآن لو تطلع مثلا مسلسل كردية، وتدرون الأخوة الأكراد لطيفين لما يتكلمون كذا، يسوي المؤنث مذكر ومذكر مؤنث باللغة العربية باعتبارها مو لغتهم الأم يعني. فإذا احنا نريد نسوي الشكل هذا توجب السخرية والضحك، هذا ليس صحيحا. نعم. ليس صحيح الإنسان أن يستهزئ بشريحة من الناس وخلق الله. الأمر الثاني، أكو هناك استهداف لرمزية معينة وهذا ليس صحيحا، وإحنا ندعو من هذا المنبر وغير المنابر أنه ليكفوا هؤلاء من إثارة هذه النعرات الإثنية الطائفية القومية فيما يرتبط بالملابس، ما يرتبط بالعادات، ما يرتبط باللهجات. نعم. اللهجات على حال خلي يحترم بعضهم البعض لئلا يكونوا سبب لإثارة فتن. ونحن نشيد بالإخوة في هيئة الإعلام والاتصال على أنه تقف أمام هكذا تجاوزات في كثير من الأحيان. نحن أيضا نوجه نداء للأخوة الكرام في هذه القنوات، الفن يفترض أن يكون حامل رسالة وحامل هم أصيل، فلا بد أن يوظف بشكل صحيح، مو للسخرية من ناس على أساس يعني انتمائهم وانتسابهم لمنطقة أو لمذهب أو لقومية معينة. خصوصا وأن هؤلاء الذين يسخر منهم كانت ولا زالت مواقفهم مشرفة. أحسنتم. مشرفة في الدفاع عن المناطق التي كانت استبيحت من الدواعش، وجرى ما جرى فيها ولا نريد أن نكرر ما جرى فيها. فعلي حال إن كان بيتك من زجاج فلا ترمي البيت الآخر بحجار. أحسنتم سيدنا الكريم. أخوة أم يوسف كانت تسأل عن عمتها أم زوجها صائمة تريد تكمل صيامها، عندها أمراض مزمنة، تقول حتى بالصلاة هي لما تسجد تختنق أو لما تركع تختنق. شوفوا عندنا الشيخ والشيخة. نعم. الشيخ والشيخة مستثنيان من وجوب الصوم لعدم طاقتهما. فإذا كانت هذه الحجية 72-73 سنة، إذا واقعا كان الصوم لا تطيقه لا تستطيع، فهي معذورة من ذلك، فعليها أن تدفع فدية بدل الصوم، اللي هي 3-4 كيلو عن كل يوم. طيب. شهر كامل يصير 22.5 كيلو. تمام سيدنا. مرات إنسان يوصل هاي المرحلة العمرية بس بعد بطاقته وعنده إمكانية. نعم نعم. أكو 80 سنة 90 سنة هذا يصوم سيدنا. بلي بلي، هذا هو الإنسان هو يقيم نفسه.
أحسن. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. السنوات السابقة تسأل أخت أم يوسف بالنسبة للسنوات السابقة لعمتها. يعني هم كانت عندها شي مشكلة. نعم. فتنطي 22 كيلو ونص بدل الصيام يسموه فدية. عن كل عام يعني. كل شهر. نعم كل شهر من شهر رمضان. الأخت نور كان عندها سؤال إنه بنتها مريضة جدتها مريضة وهي تساعدها في يعني حاجاتها. صحيح. مما يتطلب الأمر أحيانا أن يعني تكشف عليها. صحيح. شوفوا النظر إلى عورة الغير حرام. نعم. إلا إذا كان ضرورة. نعم. إلا إذا كان ضرورة. طبيب يدي عاين يعني يدي عالج. أو أنه أنا في الواقع لازم أغسلها لازم أنظفها خش أسوي. هنا الفقهاء يقولوا الضرورة تقدر بقدرها. شنو الضرورة؟ أن أنا ألمس أن لا أنظر. فإذا كانت الحاجة يعني متطلبات تقتضي أن ألمس فألمس ولا تنظر. إذا كان النظر فانظر ولا تلمس. يعني مو أنه أنا أتجاوز مرحلة الحاجة الضرورية. الأخت الكريمة الله يحفظها متفضلة تدير بالها على عمتها على كذا وهي عاجزة جدتها جزاك الله خير وإن شاء الله تعالى في ميزان حسناتك. مو سهلة يعني أنا شخصيا جدا صعب علي ولكن أنت تتحملي جزاك الله خير. ولكن حاولي أنه النظر ليكون نظر دائمي بمقدار الضرورة ولا يضر بصومك ذلك أصلا. أحسنتم سيدنا الكريم. رسالة صوتية وصلتنا من إحدى الأخوات فقر دم ويوصل نسبة الدم إلى 6 أو 5 وتسأل عن الصيام. إحنا مشكلتنا أستاذ مرتضى في كل شهر أنه بداية رمضان إلى آخر رمضان تجينا قوائم من الأمراض والكذا قولون وسكر وما أدري ضغط. الله يمن على الناس بالعافية إن شاء الله. إيه بس أقول شوفوا بعض الناس يعني يوجد لنفسه عذر يقول أنا معذور. أنا لا أدري. لذلك فقهانا شو يقولون؟ نحن لا نتدخل في تشخيص الموضوع. الموضوع الإنسان هو يعرف نفسه. نعم. فالإنسان على نفسه بصيرة. أنت تعرف نفسك. فإذا كان في واقع الحال الفقر الدم شديد اللي ما تقدرين تصومين بينك ما بين الله فأنت معذورة. أما إذا كان يمكن لك أن تصومي وتأخذي بعض العقاقير بعض الأدوية في الليل أو في السحر وتحافظين على نسبة على حال الدم اللي عندك هذا بعد إنسان هو يعرف نفسه. وأنا لا أقول إلا هاي الكلمة إذا كان الصوم يضرك ضررا معتدا به. نعم. مو ضرر مطلق الضرر. أنا الآن متضرر. نعم. أنت متضرر تعبان ونحلان بس هذا ما يعني أنه يمنعني من الصوم. فإذا كان في واقع الحال مرض يمنعك من الصوم وتشوفين أنه ما تقدرين تواصلين فأنت معذورة. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أمير موظف ويسأل أنه مسؤول شعبتهم انطاهم استحقاق استراحة أكثر من اللي مفروض من الدولة. أي دائبنا إحنا بالبلد هذا أنه المسؤولين يصيرون على حال رحومين أكثر من الرحمة نفسهم. أكو قانون إخواني أكو قانون إحنا لازم نلتزم به. نعم. ولما الدولة أعلنت أنه أكو ساعة تخفيض قلت هم وين يداومون حتى ساعة تخفيض وعندي كلام في مسألة الموظفين للأسف الشديد. على أي حال هذا النوع من الاستراحات اللي ينطيها المسؤول المباشر سمحت سيدي يقول إذا كان ضمن النظام القانوني واللوائح القانونية إذا هذه من صلاحياته ما في مشكلة. إذا مو من صلاحياته هذا المسؤول مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للموظفين الموظف يقول أنا لا حول ولا قوة سيدنا هو جاي يقول لي أنت لا هو أباح الهياء قال تقدر يعني مو بيده يعني مو بيده يبيح هذا مال عام هذا من نفع العام. نعم. أجور من بيت مال المسلمين مو من جيبه هذا لا فاهمك سيدنا عفوا أقول إذا هو قال له تقدر تجي وتقدر ما تجي فبهاي الحالة شنو؟ لا أنا في واقع الحال لابد أن أذهب إلى الدوام لأنه هذا واجب علي. حسنتم سيدنا الكريم. الأخت مها حامل بشهر 7 وتقول أني أتعب بسبب الحمل فما حكم صومي؟ هاي أيضا ترتبط بطاقات النساء وإمكانيات. نعم. أشوف أنه مثلا بعض الأخوات الله يحفظهم الشهر 9 هم يصومون شهر 9 يعني مقربة جدا مع ذاك الصوم طاقة. أشوف لها واحدة نحيفة وضعيفة ومشاكل عندها فترتبط بحالتها بينها بين الله. إذا كان الصوم يضر بجنينها ويضر بصحتها بشكل معتد. معتد يعني
مبين أنه يضر ضررا كبيرا، مو أنه دوخة وكذا، خدوها خلي راسك نامي ونومكم هم عبادة. واضح المطلب؟ فهنا لازم أنت تقيمين نفسك، ولا ولكن لا نستطيع أن نقول أنت صومي أنت لا تصومي، هذا مو يمي، هذا الإنسان هو يقيم أمره. سألت عن زوجها أيضا، يعني سؤال عن زوجها كان بشقين، الشق الأول قالت عنده مرض السكري، وممكن الجواب أيضا يكون نفس جواب الأخت مها، وتقول دعش يوم يداوم خارج المحافظة وبقية الأيام في المحافظة بني. بالنسبة لصومه سيد، يعني شوف جنابك تدري يا أخ مرتضى، السكر ليس مرضا بقياس ومرتبة واحدة، السكر مختلف، بعض الناس سكرهم ينهبط بشكل شديد، بعضهم يرتفع بشكل شديد، بعضهم كذا، فلا نستطيع أن نقول كل من كان فيه مرض السكر فهو معذور من الصيام، ما نقدر نقول هذا. نعم. يعني أنا عندي أصدقاء وطلبة في الحوزة مصابين بالسكر بس يصومون. نعم. يعني يعرف شلون ينظم أمره، فلا أستطيع أن أقول زوجك ما دام بيه سكر خلاص، لا، أقول هو خلي يشوف نفسه إذا يقدر يصوم فيجب عليه أن يصوم، وإذا لا يمكن له ذلك ويحس بهبوط أو ارتفاع أو جفاف أو كذا، هذا بعد هو يقيمه، فنفس الكلام نكرره. بالنسبة لدعش يوم، أما في مرض دعش يوم هو مقيم، هي كلمتها أنه مقيم، زوجي 10 أيام 11 يوم مقيم في عمله، فيصلي تمام ويصوم في مكان عمله، ولما يرجع البيت اللي 9 أيام أيضا يصلي ويصوم في حسب القاعدة. هذه نفس تقريبا سؤال الرسالة الصوتية اللي بعدها، أطلع للعمل المسافة الشرعية أقطعها في أعتقد في كل يوم، هو ما وضح بالرسالة الصوتية في كل يوم أو لا، بس أظن كان مقصوده في كل يوم سيدنا، يقطع مسافة شرعية عمله بلي في مكان آخر فيقطع المسافة الشرعية. زين، إذا يقطع المسافة الشرعية يعني فوق 22 كيلو. نعم. أو 44 كيلو وفترة طويلة، يعني 4 سنوات مثل الطلاب، قال صار لي نص سنة آني، أحسنتم، يعني 6 أشهر. نعم. يومي رايح وجاي، إذا يومي رايح وجاي فهو كثير سفر، يصلي وتمام يصوم في كل مكان، جاي نتكلم فرضيات اللي احنا نحتملها. نعم. إذا كان يومي رايح وجاي فيصلي تمام يصوم في كل مكان حتى لو يجي للنجف. نعم. لأن هو كثير سفر. إذا يقول لا سيدنا أنا أروح لذاك المكان أبقى مثلا 24 ساعة وأرجع، وهكذا شغلي 24 ساعة أو 18 ساعة أو 20 ساعة، فهذا يختلف مدة الزمان ومدة يعني مدة السفرات، عدد السفرات ومدة الزمان يختلف، فيمكن يصير مقر يعني يصير وطن إله. إذا صار وطن إله بعد مو كثير سفر، فكان المفروض أن يبين لي شنو بالدقة، ولكن أعتقد لأنه كانت رسالة صوتية. أعتقد الفرضية الأولى هي كانت هدف. إذن نطلب من الأخ الكريم إن شاء الله بالحلقة المقبلة يوضح لنا أكثر. الأخت أم محمد، وقت كلش أدركنا سيد، فنحاول نختصر لطفا. الأخت أم محمد سألت، أو محمد قبلها سأل، مطلوب 12 سنة قضيتهم كلهن بس ما يعرف شنو اللي عليه غير القضاء. كان يدري الصوم واجب، يقول ما كنت أدري أكو كفارة وأطعام 60 مسكين، وهذا ما كنت أدري عنهم. فقهاء يقولوا من كان يعلم أن الصوم واجب ولم يصم فعليه قضاء وكفارة. نعم. ليش؟ لأن كان يدري الصوم واجب. بس سيدنا أنا ما جيت أعرف أحكام الكفارة. يقول الفقهاء هكذا أنه الكفارة واجبة حتى لو لم يعلم بأن الكفارة واجبة، فلما يعلم يقضي فلازم هو قضى، يقول أنا قضيت الكفارة. فلازم تعطي كفارة. الكفارة عن كل يوم أطعام 60 مسكين، يعني كيس طحين يوميا، عن كل يوم كيس طحين. فإذا 12 سنة يعني 360 كيس طحين. يقول سيدنا هاي هواية، يقول له شوي شوي، رويدا رويدا، اللي تقدر عليه أنطي، واللي ما تقدر عليه استغفر الله. فهذا الكيس الطحين المفروض يوزع على 60 شخص سيدنا؟ أي، بس باعتبار هي الكفارات كثيرة، فأنطي الواحد ما 60 يوم، أنطي واحد ما 60 يوم. واضح. طيب الأخت أم محمد تقول قبل كم سنة كانت عندها، اللي فهمناه من اتصالها، اتصالها ما كان واضح جدا، كان عندها غدة حميدة، وبعدين صارت عندها بعد فترة يعني غدة سامة، وتتأذى بالصيام وتسأل عن الصيام والصلاة. تقريبا نفس إجابة، نفس الكلام، على أنه الإنسان في واقع الحال يشوف نفسه إذا يقدر يصوم بينه وبين الله ويتحمل ولو بالاستراحة المختصرة، ويمتنع عن الجهد وما إلى ذلك، فيجب عليه أن يصوم،
ولا يترك الصوم إلا اللهم إذا كان مرضه يمنعه من ذلك. أحسنتم. سيد رحمة سأل قال عنده مشاكل بالكلى والصوم، الطبيب قال صوم 10 أيام بعدها نسوي تحليل وظائف الكلى سحب دم، فيسأل عن سحب الدم. سحب الدم ما يضر، سحب الدم ما يضر يا إخواني، أخذ الدم حتى تعمل حجامة، تروح تعمل حجامة مكروهة طبعا، الحجامة للصائم مكروهة ولكن ليست مفطرة، ليست مفطرة. صار سوى عملية الأخ سيد رحمة أيضا وما يسيطر على حفظ الوضوء، يقول تقريبا كل 10 دقائق. شوف أبو ما أعرف أبو محمد، أبو محمد نعم، شوف عفوا سيد رحمة، سيد رحمة أبو محمد، إحنا نسميه أبو محمد تيمنا برسول الله. شوف حبيبي سيدنا، اللي عنده ينزل عليه بول دائما نسميه سلس مسلوس، واللي يطلع منه ريح أو يطلع منه غائط أجلكم الله تعالى نسميه مبطون. مبطون أنت مبطون، مبطون يعني من يخرج منه الريح دائما بدون إرادة، مو بيده، ما يقدر يعني ما يقدر يتحكم، من يخرج منه الريح كل 10 دقائق، بقولته كل 10 دقائق واجبك شو تسوي؟ تروح تتوضأ وتوقف قبل ما تجي الوجبة الثانية من الريح، يعني كل 10 دقائق، فأكمل صلاتي الأولى في خلال 5 دقائق، وإذا أجى ريح آخر أتوضأ وأصلي قبل ما تجي وجبة ريح آخر. هذه لمن كان عنده شنو وجبات نوبات متباعدة. أما إذا واحد يقول لا أنا كل دقيقة يخرج ريح، هنا تتوضأ، اسمعوا جيدا، تتوضأ وتصلي، حتى لو في أثناء الصلاة يخرج ريح ما عليك شيء، صلاتك صحيحة. ليش؟ أنت معذور، يسموه الطهارة العذرية، طهارة العذرية يعني معذور، فتصلي حتى لو كان يخرج ريح. نعم صلاة الثانية تروح شو تسوي؟ تتوضأ وضوء جديد. بلاسم يقول ما أعرف إيش قد مطلوب صيام. اللي ما يعرف إيش قد مطلوب صيام يحتمل فشي، مو هالشكل تحتمل، يعني لو 15 سنة، لو 12 سنة، لو 13 سنة، لو 14 سنة، تحتمل. فخذ بالأقل، الأقل خذ بالأقل، من احتمله، من احتمل عددا صلاة أو صيام فيأخذ بالأقل. رسالة صوتية من إحدى الأخوات تقول ابني يدرس ببغداد ويداوم 15 إلى 20 يوم، تقول إحنا نعرف شنو حكم هاي 15 أو 20 يوم، ولكن بالخميس والجمعة اللي يجينا ما عندنا فكرة عنها حكم الشرعي بالنسبة للصيام والصلاة. هو في محل في تكلم عن ابنها بالجامعة. نعم يدرس ببغداد. الله يحفظها إن شاء الله، ويبين يعني مو مواظبة على ابنها جزاها الله خير. تقول ابني هنا صوم تمام، بس من يرجع البيت يومين، بابا هذا بيته، هذا وطنه، واللي يروح لوطنه يصلي تمام يصوم حتى ليوم واحد. نعم. هذا وطن، هذا بيته، فيصلي تمام يصوم لما يرجع لكم. الله يحفظه من كل سوء، ودير بالك على أصدقاء السوء. نعم. أيضا نفس الأخت الكريمة تقول زوجي شهيد ومطلوب صوم وصلاة وصلاة، ما أعرف إيش قد مطلوب. مو واجب عليك بابا، مو واجب عليك، أنت جد قترين على عائلتك وكذا تنطين صلاة عن زوجك، زوجك مو موصي وانت علي حال، مو واجب عليك ان تنطين، واللي طيتي الان 8 سنوات انطيتي فيكفي ذلك، لا تقترين على نفسك ولا تهدين نفسك. طيب هذا كل ما لدينا من اسئله سماحه السيد رشيد الحسيني الاستاذ في الحوزه العلميه في النجف الاشرف، نتوجه لحضرتك بوافر الشكر والاحترام على كل ما تفضلت به، شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم، حياكم الله، سلمكم الله، لا تنسونا بدعائكم سيدنا نحن والمشاهدين وانتم كذلك، وانتم كذلك، بارك الله بكم، الله يحفظكم. الشكر موصول لكم سادتي الكرام مشاهدي هذا البرنامج المبارك، لنا لقاء إن شاء الله في الغد عند تمام الساعة 4:30. شكرا لطيب المتابعة، لقاؤنا في الغد في أمان الله وحفظه.